أسعد الله بالخير صباحكم أعزائي المشاهدين أينما كنتم داخل اليمن وخارجه، وطابت أوقاتكم. يوم جديد من صباحات اليمن اليوم نلتقيكم فيها ونبحث معكم موضوعات وفقرات صباحية تهمكم ونقلب فيه في أبرز وآخر المستجدات. أسعد بصحبتكم دائما ومعي زميلتي سمر بركات. صباح الخير يا سمر. صباح الخير يا صبري. إن شاء الله يوم جديد ويوم سعيد بإذن الله تعالى. بإذن الله علينا وعليكم مشاهدين، أسعد الله صباحكم، صباح مليء بالأمل على كل مشاهدينا في اليمن وفي كل أنحاء الوطن العربي. اليوم الأحد 12 ديسمبر بيوافق اليوم العالمي للتغطية الصحية الشاملة واللي أيدته الأمم المتحدة في عام 2012 لتسريع وتيرة التغطية الصحية. فعلا يا سمر، التغطية الصحية الشاملة هي الفكرة القاضية بضرورة حصول الجميع بكل مكان على الرعاية الصحية الجيدة والمعقولة في التكلفة، بوصفها أولوية لا يستغنى عنها لتحقيق التنمية الدولية، أيضا إذكاء الوعي بضرورة إقامة نظم صحية متينة وقادرة على الصمود والعمل على تحقيق التغطية الصحية الشاملة مع عدة شركات من أصحاب المصلحة. وبيرفع مناصر التغطية الصحية الشاملة مشاهدين أصواتهم عاليا يوم 12 ديسمبر من كل عام، داعيين لمشاطرة قصص الملايين من الذين ما زالوا بينتظروا تزويدهم بالخدمات الصحية، كمان الدفاع عما تحقق من منجزات حتى الآن، ودعوة القادة لتوظيف استثمارات أكبر وألمع في مجال الصحة، وكمان تشجيع مجموعات متنوعة على قطع التزامات بتساعد على تقريب العالم من تحقيق التغطية الصحية الشاملة بحلول عام 2030. أظهرت لنا طبعا جائحة كورونا مرة أخرى أن التغطية الصحية الشاملة والأمن الصحي هدفان متشابكان لحماية الجميع في كل مكان، يمكننا أيضا تحقيقهما بنفس النظام الصحي سواء في أوقات الأزمات أو غيرها. وعشان تعمل الأنظمة الصحية يجب أن تعمل لصالح الجميع بغض النظر عن هويتهم أو مكان إقامتهم أو مقدار ثروتهم، وبتضع التغطية الصحية العادلة النساء والأطفال والمراهقين والأفراد الأشد ضعفاً في الصدارة، لأنهم بيواجهوا أصعب العوائق اللي بتحول دون حصولهم على الرعاية الصحية الأساسية لهم. أفكار عظيمة وآمال عظيمة أيضاً، لكن مثل الأحلام التي تصطدم بالواقع الأليم في بلدنا اليمن بسبب وضع الحرب التي طبعا الآن نحتاج إلى إعادة إنشاء المنظومة الصحية من جديد بعد أن ضرب الإهمال والعجز، نقص الخدمات، الأدوات، التدريب، وأصبحت في وضع صعب ومؤلم وموجع. في اليوم العالمي للتغطية الصحية شاملة مشاهدينا نتحدث عن الكثير من الأوضاع الصعبة في المنظومة الصحية في اليمن، ولكن بعد هذا الفاصل خليكم معنا. مرحبا بكم مجددا في فقرتنا الرئيسية، سوف نتحدث عن الوضع الصحي والمنظومة الصحية واحتياجاتها طبعا مع ضيفنا في الاستديو، وأيضا بعد ذلك نذهب يا سمر إلى الملف الفني، أخبارنا الفنية اللي هنتكلم فيها عن معرض أسلاف الدولي بالرياض وكيف أظهر الهوية اليمنية في أبها حلة، وتسعة أفلام ضمن قائمة نافذة على فلسطين في مهرجان الجونة السينمائي، وتواصل الأخبار الفنية أيضا بدأ تصوير الجزء الثاني من شمس الزناتي وخمسة عروض مسرحية من خمسة بلدان عربية في مهرجان الشارقة للمسرح الصحراوية. وفي الملف الطبي، دراسة بتكشف مخاطر اتباع أي نظام غذائي يقتصر على تناول الفواكه، وهيكون معنا ضيفنا عبر الزوم دكتور أحمد نور الدين أستاذ جراحة التجميل، هنتكلم معاه عن موضوع بيهم الكثيرات، عن إمكانية تحويل الشعر المجعد إلى ناعم. أيضا في ملف المنوعات، عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة يطال تاريخ وحضارة وهوية فلسطين، وفيديو لجنود الاحتلال خاص بمتعلقات الأطفال يثير غضبا واسعا، وسحابة غريبة ظهرت في المغرب أدهشت الذين شاهدوها وأثارت قلق البعض، وواتساب تطلق ميزة جديدة وتكشف عن إعدادها لأخرى. أيضا في الفقرة الثانية سوف نتحدث عن اضطراب كهرباء القلب ومدى خطورتها وما هي العلاجات المقترحة، مع أيضا ضيفة سوف تنضم معنا من سلطنة عمان. إذن أعزائي المشاهدين، أصحابكم أنا وزميلتي سمر إلى جولة
لنتعرف على النشرة الجوية، بعد ذلك نذهب إلى صنعاء مع خبير الأرصاد الجوية المهندس رشيد العرقي. ابقوا معنا. عبر الهاتف خبير الأرصاد الجوية المهندس رشيد العريقي. صباح الخير يا باشمهندس رشيد، أتمنى أن يكون صباحك دافئا رغم انخفاض درجات الحرارة كما تابعنا في النشرة الجوية. أيضا وردتنا معلومات عن وجود ضريب، الضريب هذا أثر طبعا على المحصولات الزراعية، ما هي مستجدات الحالة المناخية لديكم؟ ما هو الجديد خلال هذا الصباح الشتائي البارد؟ صبري انت والزميله سمر وبعض البرنامج وجميع مشاهدينا الاكارم، فعلا استمرت الاجواء البارده وشديده البروده تؤثر على معظم مناطق بلادنا الجبليه واجزاء من الصحاري والهضاب الداخليه، ومع الاسف الشديد وبرغم تحذيراتنا المتكرره عبر هذا البرنامج فقد ادت تلك الاجواء الى حدوث الصقيع اي الضريب في بعض المحاصيل الزراعيه في 9 محافظات، وذلك في الاواسط جنوب صنعاء والمعابر والصفراء في صعده ومريس وقائمه دمت في الضالع وسدة في محافظة إب، خاصة محصول البطاط، كما حدث أيضا صقيع ضريب أي ضريب في الحدا وزهران وعنس في ذمار، وكذلك في بلاد ذي موسى في برط العنا في الجوف وقيفة رجع في البيضة وحبس الريان في عمران. وقد سجلت أقل درجة حرارة يومنا فجر يومنا هذا في ذمار 8 من 10، وفي عمران 1.4، صنعاء 2.4، صعدة 5.4 إب درجات، سيون 9.2، المحمود 9.4، تعز 11.3، عتق 11.4، وفي حقها 12 درجة مئوية. وهنالك توقعات أخي صبري بموجة برد أشد من هذه سوف تؤثر على بلادنا، وذلك بدءا من فجر يومنا هذا، ونشدد هنا ولابد من الاستعدادات اللازمة وضرورة تغطية المجموعات وعدم سقيها حفاظا عليها. طيب يا باشمهندس رشيد، في تنبيهات ثانية مع هذه الموجة القادمة بإذن الله في الأيام المقبلة؟ نعم، هنا لا يزال المركز الوطني للأرصاد الجوية يحدث بل تحذير كبار السن والأطفال والمرضى والعاملة أثناء الليل والصباح الباكر والمسافرين إلى المحافظات الباردة خاصة صعدة، عمران، صنعاء، دمار، البيضاء، إب، الضالع، البوف ومارس، بياخذ الاحتياطات اللازمه من اثار الطقس البارد بشديد البروده، والمزارعين ايضا بياخذ الاحتياطات اللازمه واتباع الارشادات الزراعيه لحمايه محاصيلهم الزراعيه، وينبه مرتادي البحر والصيادين في ارخب القطره وجنوب الساحل الغربي ومدخل باب المندب من اضطراب البحر وارتفاع الامواج التي قد تصل الى 3 امتار. هذه اهم التنبيهات والتحذيرات. طبعا سمر احييكم ودمتم بخير وكذلك السلامه، نسال السلامه الله السلامة لجميع مواطنينا أينما وجدوا. شكرا لك. أهلا بكم من جديد مشاهدينا. قديما كانوا بيعلمونا أن الصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يراها إلا المرضى، لكن أعتقد أننا سنعلم أولادنا شيئا يختلف قليلا عما تعلمنا، وهو أن الصحة تاج على رؤوس الأصحاء أيضا لا يراها إلا المرضى الذين تتوفر لهم مستشفيات وأدوية وأطباء وتمريض وكافة المستلزمات الطبية اللازمة. الواقع يقول أن من يمتلك ثمن العلاج هو سعيد الحظ، ومن يمتلك ثمن العلاج ويجد مستشفى يصلح لعلاجه هو أسعد حالا، ومن يمتلك ثمن العلاج ويجد مستشفى به طبيب وتمريض وتوفر له الدواء فهو أسعد وأسعد. لكن للأسف الحالة في بلدي المتخنة بالجراحة،
يغني عن السؤال والمنظومات الصحية ليست على ما يرام. هذا طبعا ما سوف نناقشه مع ضيفنا في الاستوديو الدكتور منير الشميري اختصاصي أمراض القلب والقسطرة القلبية. صباح الخير يا دكتور منير. صباح الخير عليكم جميعا أستاذ سمر، سعيد بالتواجد معكم. احنا اسعد طبعا. اكيد طبعا يا استاذ منير، اول سؤال يا دكتور منير، اول سؤال عفوا بيطرأ على بالنا هو كيف بترى القطاع الصحي في اليمن، خاصة طبعا مع انهيار المنظومة الصحية بسبب الحرب؟ الحقيقة حسب التقارير للمنظمات الدولية الصادرة من اليمن الوضع مأساوي بالفعل، يعني هناك انهيار كامل وتام للمنظومة الصحية في اليمن. التقارير التي تأتي من اليمن تتحدث عن أرقام مفزعة ومفجعة جدا. يعني على سبيل المثال مثلا للحصر، نحن لدينا 333 مديرية تقريبا في اليمن. هناك كلام عن أنه تقريبا 50% من المرافق الصحية التي كانت تعمل هي الآن لا تعمل، تقريبا تحديدا 49% منها لا تعمل، إما لا تعمل كليا أو تعمل بشكل جزئي جدا. فقط 50% أو 51% هي التي تعمل، وتلك التي تعمل تعمل بوضع متردي بانعدام لكثير من الخدمات والإمكانات. حتى توفر الكادر الصحي المدرب والمؤهل هناك مشكلة، يعني فرص التدريب قلت في اليمن بسبب الحرب، بسبب الانقسام السياسي، بسبب أسباب أخرى. يعني الوضع يعني لا يسر جدا. الأطباء المتوفرين أو الكادر الصحي المؤهل تقريبا التقارير تقول أنه يتوفر فقط 10 يعني عامل صحي، سواء كان طبيب أو تمريض أو صيدلي، لكل 10,000 مواطن، وهذا رقم يعتبر قليل جدا. حتى الأسرة المتوفرة للمرضى هناك كلام عنه 6 أسرة لكل 10,000 مريض. 6 أسرة، يعني لو حسبنا التغطية الشاملة للأسرة. رقم مؤلم يا دكتور منير، أمر مؤلم جدا. طبعا يعني فهمت من كلامك أنه يعني أكثر من 5% خرجت عن الجاهزية. هذا طبعا يا دكتور لا شك أنه بيسبب ضغط على المرضى وعلى الأسر اليمنية وعلى الناس البسطاء. للأسف الشديد حتى المستشفيات الحكومية يعني سيست للأسف الشديد. يعني الأسرة كما ذكرت أنت رقم قليل جدا، وهذا ربما يضع أنه 2-3 يناموا في سرير واحد إذا لم يفترشوا الأرض. مشكلة، لأنه إذا عندما يعني يكون هناك أمراض مرضى في حاجة لتوفر عدد كافي من الأسرة مشكلة. ضف على ذلك الضائقة المالية التي يمر بها كثير من اليمنيين في ظل عدم وجود مرتبات، في ظل غلاء المعيشة. أنتم ذكرتم في البداية أنه أحد أهداف اليوم العالمي للتغطية الصحية الشاملة هو ضرورة حصول الجميع الأفراد أيا كان جنسهم ولونهم ولغتهم وعرقيتهم على الخدمة بدون أن يشكل ذلك ضائقة أو عبء مالي، وهذا أحد أهم أهداف اليوم العالمي للتغطية الصحية الشاملة. نلاحظ أن هذا صعب جدا، يعني حتى الذين سيتجهوا للمستشفيات هو لا يملك القدرة المالية الكافية لأن يغطي يعني تكاليف العلاج تكاليف أو العلاج، وهذا أحد أهداف اليوم العالمي للتغطية الصحية الشاملة. طيب طبعا يا دكتور منير، أكيد الوضع يعني بيزداد سوءا في المستشفيات الحكومية. بالضبط أكيد، لأنه طيب هي التي يقع عليها العبء الأكبر، وهي التي يتجه إليها أغلب الناس وأغلب الطبقات في المجتمع، لأنه أغلب الناس لا يملكون ثمن العلاج حتى يتجهون للمستشفيات الخاصة، هناك تكلفة عالية. طيب النسب اللي ذكرتها هي كمان شاملة المستشفيات الأخرى مثلا المستشفيات الخاصة؟ هو التقارير التي صدرت من منظمة الصحة العالمية والأمم المتحدة تتحدث عن القطاع الصحي الحكومي. نتكلم عن القطاع الصحي الحكومي، طبعا القطاع الصحي الخاص ممكن أن يتوفر لكن ليس متاح لجميع الناس، لأنه ليس الجميع لديه القدرة. حتى التقارير تقول أن 20.7 مليون من اليمنيين، ما يشكل تقريبا ما يقارب 80%، هم غير قادرين على الحصول على الخدمة الصحية. نسميه هيلث بروتكشن، الحماية الصحية بمعنى، لأنه هناك يواجهون عجز وضائقة مالية. ضف على ذلك جائحة كوفيد عندما جاءت أدت إلى كثير من الناس أن ينفقوا مدخراتهم أيام تلك الجائحة، فأيضا أصبح العبء المالي والمادي عند كثير من الناس مشكلة أكثر، والأمم غير قادرين على الحصول على الخدمة الصحية. ضف على ذلك انقطاع بقية الخدمات، هي تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على الخدمات الصحية. يعني عندما نتكلم عن الكهرباء، انقطاع الكهرباء يؤدي إلى فقد كثير من المستشفيات قدرتها على تقديم الخدمة أو الأجهزة الطبية. مثلا منظومة التحصين، لانقطاع الكهرباء هناك
مشكلة في سلسلة التبريد المطلوبة للتحصين، فلذلك هناك تقارير أن كثير من الأمراض التي كانت انتهت مثل شلل الأطفال وغيرها عادت مرة أخرى. الأمراض السارية بدأت تنتشر في اليمن، ولنا مثال بجائحة الكوليرا التي انتشرت. السبب انعدام أيضا كثير من الخدمات التي تؤثر على القطاع الصحي بشكل غير مباشر أو بشكل مباشر. أنه هذا الأمراض انتهت زمان يعني. بالضبط. يعني لم نسمع عن هلا في كتب التاريخ يعني، وعادت للأسف الشديد. طيب يا دكتور منير، نسمع عن توقف أيضا العديد من مراكز الغسيل الكلوي تقريبا في الحديدة وفي تعز، وهذا يعني فاقم وعمل ضغط على بقية المراكز التي تعمل بالطاقة القصوى. هذه المراكز تحتاج إلى محاليل معينة، تحتاج إلى أجهزة، تحتاج إلى صيانة، هذا كله أيضا سبب مشاكل كثيرة للمريض اليمني للأسف الشديد. وهناك من أضطر أن يبيع كل ما يملك من أجل أن يغادر إلى مصر الحبيبة وإلى الأردن وإلى الهند، وتحمل أعباء كبيرة جدا. بالضبط. مرضى الفشل الكلوي بالذات هم شريحة صعبة جدا جدا، لأنه الحاجة للغسيل هي حاجة شبه يومية أو شبه أسبوعية. يعني كثير من الناس يحتاجون إلى 3 جلسات في الأسبوع أو جلستين في الأسبوع، حتى وإن تمكن البعض من السفر هو ليس حلا دائم، لانه هو في النهايه مضطر ان يرجع الى بلده وان يعني يستمر يستكمل العلاج في بلده. فنحن نواجه يعني الاهداف الاساسيه ليوم التغطيه الصحيه الشامله هي تشمل 3 امور اساسيه كلها منعدمه في اليمن. تشمل الاشخاص بمعنى الاشخاص المؤهلين المدربين الكادر الصحي، تشمل التغطيه الخدماتيه بمعنى الخدمات وجوده الخدمات، وهذه هي المشكله، عدم توفر المحاليل، حتى الاجهزه، بعض الاجهزه عفى عليها الزمن، كثير من الاجهزه تخرج عن الخدمه، ليس هناك فرص للصيانه واصلاحها، تحتاج لصيانه او تغيير فهناك يعني نقص في هذا الامر. ايضا التغطيه الماليه والحمايه الماليه، وكثير من الناس حتى لو سيتجه لمستشفى خاص هو غير قادر على دفع التكلفه، وهي تكلفه متكرره، 3 جلسات في الاسبوع او جلستين في الأسبوع صعبة جدا في ظل الوضع. طب المساعدات يا دكتور منير اللي بتصل مثلا من المنظمات، بيكون منها مساعدات طبية، أدوية، بيكون منها أجهزة، ولا فقط بتكون أدوية؟ لا، هي المفترض أنه يكون تغطي الجانبين، المفروض تشمل كل الثلاثة الركائز التي ذكرناها، التدريب الكافي للكادر الصحي، الخدمات الضائقة المالية. التقارير الصادرة من الأمم المتحدة تقول أنه فقط من التقارير التي ترفع تقريبا 27% فقط من الاحتياج المالي يتم تغطيته من المنظمات فقط، بينما الجزء الباقي تقريبا حيكون 73% تقريبا غير متوفر، هناك نقص في الدعم، وأمامي تقارير بهذا المجال كثيرة تتحدث عن نقص في الإمدادات. فالمنظمات تعمل لكن بشكل جزئي غير كامل في ظل انهيار المنظومة الصحية، في ظل وجود المشكلة الأمنية والانقسام الحاصل، هناك مشكلة حقيقية. أيضا هناك بعض الخدمات المقدمة من بعض المنظمات يتم الاستيلاء عليها من جهات معينة، فبالتالي لا تصل للشخص المطلوب. فالوضع الأمني، الوضع الخدماتي، وعدم توفر حتى المياه النظيفة مثلا، وسائل الصرف الصحي، هو يؤثر بشكل على الصحة لأنه على الصحة يفاقم صح. من كثير من الأمراض. طيب دكتور منير، يعني نتحدث بصراحة ونحن مسؤولين أمام الله في كل ما نقدمه، سواء رسالتنا الإعلامية أو رسالتكم أنتم كأطباء. الوضع المزري الذي وصلنا إليه من انهيار في المنظومة الصحية في اليمن اضطر الكثير كما ذكرت أنا إلى السفر إلى الخارج. بكل صراحة وأنا أقولها على الهواء، هناك دور الملحقيات الطبية في السفارة اليمنية شبه مغيب، إن لم يكن مغيبا بالكامل. أنا مثلا حصلت لي قصة قبل يمكن 2 أو 3 شهور، أخذت رقم تليفون الملحق الطبي، أتصل وتليفونه مغلق، لمن ألجأ؟ أنا أتكلم كمواطن يمني مقيم في مصر. طيب وعندما تواصلت مع أحد الدبلوماسيين في السفارة قال لي هذا يجب أنك تتواصل مع الملحق الطبي. أنا ما فيش عندي خلاف شخصي مع الملحق الطبي، لكن لماذا لا يرد على التليفون؟ أنا أحتاج أن أذهب إلى مستشفى معين. أنتم كأطباء يمنيين وهنا جالية يمنية كبيرة بركت جهودكم، تقومون أنت ومجموعة من الأطباء اليمنيين بنكلهم كل الحب والاحترام والتقدير في مساعدة المرضى اليمنيين. طيب المريض اليمني الذي لا يعرف الدكتور منير ولا يعرف الدكتورة غالية ولا يعرف الدكتور مثلا طاهر، ولا لمن يلجأ عندما يذهب يعني أو يحاول أن يتصل بالمحققة الطبية؟ ما فيش حد بيرد عليه، لمن يلجأ المريض اليمني؟ وهذا هو دور الملحقية الطبية في السفارة. صحيح.
صحيح، هذه نقطة مهمة جدا، لأن هناك كثير من المرضى اليمنيين الذين يأتون إلى سواء إلى هنا أو حتى إلى بلدان أخرى يتم استغلالهم وابتزازهم بشكل يعني كبير للأسف. احتياجهم وهنا بالفعل، وهنا ينبغي دور كبير على الملحقية أولا أن تنظم عملها فيما يتعلق باتصال بالجهات المصرية، بحيث يكون هناك قائمة بأسماء المراكز والمستشفيات والأطباء الذين يتم تقديم خدمة صحية جيدة لليمنيين من دون أن يتم الاستغلال. هذا أولا. ثانيا، بإمكان الملحقية الصحية أن تستغل الأطباء الموجودين هنا، يعني إحنا نقوم بدورنا لكن هو دور محدود. لماذا؟ لأنه لا نعرف كل المرضى اليمنيين الذين يأتون، بعض المرضى لا يتواصلون معنا، وحتى بعض المرضى إن تواصل معنا هؤلاء عدد قليل جدا، البعض منهم ممكن يتواصل بك مرة ثم ينقطع عنك، لكن لو الملحقية تستغل وجود الأطباء اليمنيين تنسق بين المرضى وبين تأخذ قاعدة بيانات الأطباء وتخصصاتهم وتستفيد منهم. نحن سندعم الملحقية بحيث أن يكون هناك عمل منظم بحيث أنه كل واحد في مجال تخصصه تتواصل معه الملحقية تستفيد منه، تعرف لمن توجه المريض، إلى أين، ما هي المراكز الصحية والأطباء الذين يمكن أن يستفيد منهم المريض من دون أن يتم استغلاله أو ابتزازه أو أن يعني لا يجد العلاج المناسب. شوف يا دكتور، احنا طبعا نشكر الحكومة المصرية ونشكر الأطباء المصريين ونشكر كل من يتعاون في خدمة أبناء الجالية اليمنيين، لكن فعلا نحتاج إلى قاعدة بيانات. أعرف أنه أذهب إلى المستشفى سين بيقدم خدمات كويسة وبأسعار كويسة. كان أيضا يا دكتور منير في السابق بعض المختبرات وبعض محلات الأشعة بتعمل تخفيض لأبناء الجالية اليمنيين بموجب يعني جواز السفر أو الإقامة. لا زال سابق. الآن مثلا نذهب يعني قلت النسبة، مثلا زمان كان 40% 50%، الآن عندما نذهب 10%، وفي ظل غلاء الأسعار بيواجه المريض اليمني الكثير، لأنه بيواجه مصاريف السكن، مصاريف الإقامة، مصاريف المواصلات، مصاريف أحيانا حتى مصاريف العلاج والإشعة والتحاليل بتكون أكثر من رحلة العلاج. لسه بتكلم أنا وسمر في يعني حاجة ميزة كويسة هنا في مصر، أنه الأسعار أسعار الأدوية أسعارها محددة في جميع الصيدليات، وهذا بيجعل أنه الشراء من أي صيدلية يكون ما فيش استغلال يعني زي بعض الدول أو زي اليمن مثلا تلقى الصيدلية بيرتفع سعرها ويختلف عن صيدلية أخرى. يعني العملية هنا يعني منظمة، لكن المريض اليمني يحتاج إلى دور فاعل من الملحقية اليمنية لكي يذهب إلى المستشفيات الكويسة. وأنتم أيضا ما بتقصروش كأطباء، يعني شكرا لكم. بالتأكيد. طبعا كما ذكرت هذا دور مهم للملحقية، أن بحكم أن هناك عدد كبير من المرضى وأنت المركز الصحي أو مركز الأشعة أو المختبر سيستفيد من وجود عدد كبير من اليمنيين، فالملحقية دورها أنه تنظم تعاقدات مع هذه المراكز، تخفيض أحسن وأفضل لليمنيين وبإمكان اليمنيين، وتكون القائمة هذه موجودة معنا. المشكلة نحن حتى لا نعرف ما هي المراكز والمختبرات ومعامل الأشعة التي لها اتفاق مع الملحقية الصحية، لأنه غياب التواصل ما بين الملحقية والأطباء مشكلة. يعني عندما يأتي مريض يسألني بجهدي الشخصي أنا تواصلت مع المختبر الفلاني تعملوا تخفيض لليمنيين الذين سأبعثهم إليكم، لكن ما فيش، لكن لو في قائمة ومعلومات من الملحقية وبالتالي نوجه كل اليمنيين وسنضغط على هذه الجهات أنه مطلوب تخفيض عادل ومجزي وكافي سيكون هناك فرصة لخدمة اليمنيين بشكل غياب التواصل هذا مشكلة بالفعل. طبعا طيب يا دكتور منير، في هذا اليوم العالمي كأطباء أو كمنظمات، إيش هي الخدمات اللي بتقدم مثلا في هذا اليوم؟ في دراسات، في إحصائيات، في مؤتمرات، في مساعدات حتى بتقدم في هذا اليوم؟ طبعا هو اليوم العالمي للتغطية الصحية الشاملة يشمل كل دول العالم، لأنه هناك مشكلة تواجه، هناك كلام على أنه نصف سكان العالم لا يصلون إلى الخدمة الصحية الكافية، وهناك ملياري شخص يعني هناك عائق مالي في سبيل الوصول على الخدمات. فاليمن جزء من المشكلة من المنظومة دي كلها. هناك بعض الخدمات نعم تقدم وبعض الدعم، لكنه ليس كافيا. طبعا المفترض أنه التغطية الصحية الشاملة ترتكز ليس فقط على تقديم مالي، كما ذكرنا أشخاص مدربين، خدمات، منتجات من العلاج والأدوات، أيضا سياسات ومعلومات. ينبغي أن يكون هناك سياسات، معلومات مستقاة من الميدان بناء عليها يتم تخطيط سياسات لتنفذ في الميدان. في ظل غياب دولة والانقسام الحاصل، وأيضا وجود في بعض المناطق في اليمن عدم وجود دولة بالمعنى الصحيح، السياسات والمعلومات غائبة، والماليات هي جزء، هي ست ركائز أساسية، إن لم تتم فالتغطية الصحية الشاملة نتكلم عن أمر يعني غير صحيح، مستحيل جدا. صحيح. طيب دكتور منير، يعني الجهات الرسمية أين هي
اليوم؟ يعني مثلا انا يعني عفوا نتفاجأ انه تم افتتاح مركز او تم تقديم عبوات اكسجين لمستشفى معين او تم اهداء سيارة اسعاف او اهداء اجهزة لغرف عمليات في بعض المحافظات، بينما بعض المحافظات يعني الجدة الرسمية قد لا تصل يعني اليها. ما مدى انه هل من نداء للقطاع الخاص، لرجال اعمال، للتجار، يعني لو كل واحد فاعل خير حاول انه يساهم في تخفيف الضغط على هذه المستشفيات ويعني والمراكز، هل سنصل الى تحسين في موضوع الخدمات الصحيه المنهاره في 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 اليمن؟ وهل الجهات الرسميه فعلا بتقوم بدورها ولا بتعلق شماعتها على الحرب انه مش قادرين نوصل للمديريه او القريه سين او صاد؟ هو طبعا الدور المنوط المفترض بالجهتين، يعني الجهات الحكومية مفروض أن تفعل دورها بشكل أكبر، وهي التي على تواصل مباشر مع المنظمات الدولية ومع الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية، والدور الأكبر يجب أن يقع عليها بالفعل. هناك غياب لهذا الجزء لا شك. أيضا دور القطاع الخاص مهم كما ذكرت في دعم القطاع الصحي بالأجهزة أو بالمعدات أو بتدريب الكوادر وخلافه، لأنه أحد أهداف التغطية الصحية الشاملة هي تعتمد على عدم التمييز والمساواة والإنصاف، وهذا كان أهم عامل في موضوع التغطية الصحية الشاملة. هم حطوا هذا الأساس أنه الصحة للجميع، شعار هذا العام الصحة للجميع، حان الوقت للعمل، بحيث أنه مطلوب من الكل، المنظمات الدولية اللي هي غير الرسمية والجهات الرسمية، أن تتفاعل وتستثمر في الصحة وتخدم الصحة بشكل أكبر. للأسف هذا الدور غائب، الجهات الحكومية منشغلة بأمور أخرى أمنية وسياسية والجهات القطاع الخاص يقدم لكن لا زال أقل من الدور المطلوب الذي ينبغي أن نصل إليه، لأنه في حالة الحرب يحتاج الجهد أكبر وضعف من الأوضاع الأمنية المستقرة. المشكلة أنه عندنا أصبح الجهد أقل يعني في ظل الحرب، في ظل المشاكل الحرب. طيب يا دكتور منير، أنتم كأطباء هنا في القاهرة، في مثلا تواصل مع بعض مثلا كأطباء كمراكز تحاولوا أنكم تسهلوا الوصول للمرضى؟ أحيانا بنشوف مثلا إعلانات على الواتساب، على الفيسبوك، على مواقع التواصل أنه في أطباء مثلا تقدم الخدمات بالمجان، أطباء ممكن تساعدكم على الوصول للمستشفيات مثلا اللي بتقدم الخدمات اللي المرضى بيحتاجوها هنا في القاهرة. كما ذكرتي بالضبط، هذا موجود لكنه غير شامل ولا يصل لكل المرضى. يعني لدينا مثلا كأطباء جروبات على الواتس، كأطباء أحيانا جروبات لتخصصات معينة، مثلا نحن في تخصص القلب لدينا جروبات ونتواصل مع بعضنا لنعرف مثلا أين تقدم خدمات. أحيانا تأتي إعلانات على خدمات مجانية ونعلن عنها لبعض الناس، بعض الناس يصلوا إليها وبعضهم لا، وهناك جروبات للأطباء بشكل عام. حتى نحن نتشارك المعلومات فيما بيننا ونستشير بعض. يعني أنا إذا جاء مريض يسألني على مرض في تخصص غير تخصصي، أبحث له عن أخ أحد من الزملاء في التخصص وأدله عليه، ونحاول أن ننظم هذا العمل، لكن يظل جهد غير كافي لأنه إحنا بالفعل لا يعرف كل المرضى الذين يصلون هنا بهذه الجروبات وبهذه للتواصل معنا. فالجهد ينبغي أن ينظم بشكل رسمي من قبل الملحقية بحيث التواصل مع الأطباء. طبعا كما ذكرتي أحيانا تأتي إعلانات لخدمات صحية مجانية، أحيانا تخفيض. عندما يأتي إلينا مريض ولا زال الفترة المحددة لهذه الخدمة متاحة، يعني بالتأكيد نحن ندله على هذه الخدمات، لكن ليس دائما متاحا وأحيانا التواصل يكون محدود. استكمالا طبعا سؤال زميلتي سمر، يعني أنا قبل شهرين تقريبا وصلتنا قائمة بأطباء من حضرموت في شتى التخصصات بيقدموا خدمات لأبناء الجالية. طبعا هم بيشكروا على هذه المبادرة. ايضا زميلتي سمر طرحت سؤال عجبني، انه طيب هؤلاء الاطباء الحضارمه قاموا بنشر اسمائهم وتخصصاتهم وارقام تليفوناتهم، هنا الاطباء اليمنيين في مصر، طبعا مصر تمنح تصاريح للاطباء الاقوياء، لذلك نحن نتشرف بك يا دكتور منير وبكل طبيب يمني مقيم في مصر. يعني وهذا النقطة نحب أنه السادة المشاهدين يعرفوا أنه أي طبيب يمني يعمل في مصر معنى أنه طبيب قوي، لأنه المصري لا يمنح تصريح مزاولة العمل إلا للأطباء الأقوياء لمن يمتلكون مهارات عالية. وليش إحنا بنفتخر بكل طبيب يمني بنلتقي فيه؟ يعني فهل يوجد مثلا جهة خاصة تشمل
جميع الأطباء اليمنيين العاملين هنا في مصر، والاستفادة مثلا من تجربة قائمة الأطباء الحضارمة الموجودين هنا، يكون عندنا قائمة لجميع الأطباء اليمنيين. هل في وعاء يحتويكم أنتم كأطباء مثل منظمة أو مؤسسة أو جهة خاصة؟ في هناك مراكز وعيادات خاصة نشأت هنا في مصر لبعض الأطباء اليمنيين كما ذكرت، المتخصصين ولديهم كفاءة عالية، لكن تظل تحتوي على عدد محدود من الأطباء، ليس هناك وعاء يشمل كل الأطباء. الزملاء الأطباء اللي هم من حضرموت بالفعل بحكم أن هناك تواصل بينهم فيما بعض، وهناك جهة داعمة لهم، جهة داعمة لمواصلة التدريب هنا، فهم قدروا على أنهم يكونوا إطار واحد ينشروا التخصصات والأرقام، وهذا جهد مشكور. بقية الأطباء المشكلة انتشارهم في مستشفيات كثيرة، يعني في أطباء هنا في مستشفيات في القاهرة وفي خارج القاهرة في بعض، فليس هناك وعاء قدر يجمع الجميع، لكن هناك مراكز خاصة. يا دكتور عفوا، قبل يمكن 5 أو 6 سنوات كنا نسمع عن اللجنة الطبية اليمنية. بالضبط. اختفى الاسم الآن خلال هذه 3 أو 4 سنوات. هل انتهت؟ هل فشل هذا المشروع؟ لا، هو كانت موجودة لأنه جائحة كورونا بحكم اللي حصل أنه كان هناك تواصل وتكونت اللجنة دي الطبية اليمنية وبدأت تساعد وتساهم. مع انتهاء الجائحة خفت الأمر، يعني لأنه نشأت لضرورة، وبالتالي ما إن الآن كمان ضرورة، يعني لأنه المرضى ما زالوا يتوافدون يومياً. يا سمر، عبر المشكلة طبعاً. غياب التواصل، لأنه العدد ليس قليل، عدد الأطباء سواء الدارسين الذين يكملون دراسات في الدكتوراه أو البورد المصري أو غيره من التخصصات، فغياب التواصل بين كل هؤلاء مشكلة، ولذلك نحن بحاجة إلى قاعدة بيانات. لو توفرت قاعدة بيانات بالفعل بالإمكان عمل إطار لكل الأطباء والاستفادة من كل جهودهم. طب قاعدة البيانات هذه يا دكتور مثلا هي مسؤولية من؟ أكيد الجهات الرسمية، السفارة والملحق الطبي هنا في، لأنه أنا صعب أتواصل مثلا مع كل، أنا أعرف عدد كبير من زملائي لكن أكيد لا أعرف الكل. طيب يا دكتور، بصراحة هل أنتم مثلا كأطباء ذهبتم إلى السفارة وجدتم ترحيب مثلا من الملحقية الطبية، عرضتم من أجل يكون في تعاون أو شراكة بينكم، لأنه أنتم في الأخير متطوعين لخدمة أبناء الجالية، هل من يحتويكم؟ هل من يسمعكم؟ هل من يتعاون معكم؟ نحن تقابلنا الملحق الصحي قبل تقريبا سنتين في 2021، وعرضنا عليه بعض المبادرات أنه سنحاول أن يعني نساعد ونساعد، وكان هناك وعود صراحة لكن لم تنفذ هذه الوعود بشكل، عشان ما حدش يقول إحنا متحاملين على الملحقية الطبية. نحن قابلناه مرة مع مجموعة من الشباب، كان هناك مبادرة نريد أن نعملها لمرضى الفشل الكلوي تحديدا، على أساس أنه سنحاول أن يعني نحصر عدد المرضى ونتواصل مع جهات يعني تقدم خدمة الغسيل الكلوي، بعضها تتبع جمعيات خيرية مصرية، بحيث أن يكون هناك أيضا مجانا لبعض الناس وتخفيض خاص. ووضعنا الموضوع وكان مكتوبا لدى الملحق الصحي، كنا مجموعة من الشباب والزملاء، وعلى أساس أنه سيتم دراسة الأمر والرد علينا، طبعا لم يتم التواصل فيما بعد. هذه كانت إحدى المبادرات التي طرحت يعني فيما، ومثلها ممكن، لكن يظل هو الأمر سهل بالنسبة للملحقية لأنه هي تملك التواصل مع الكل، يعني المرجعية لنا جميعا، تستطيع تصل لكل الأطباء، تصل. لكن نحن كجهد فردي صعب أنا أصل لكل زملائي، حتى في التخصص الذي أنا فيه أعرف كثير من الزملاء، لازلت لا أعرف كثير من الزملاء في التخصص، كل يوم أكتشف أن معي زميل في نفس التخصص في جامعة معينة أو في جهة معينة لم أكن أعرف، فكيف ببقية التخصصات؟ صحيح. ونحن بحاجة لكل التخصصات، لأن المرضى ليسوا مرضى قلب فقط، مرض معين. تذكري إحنا عمل أيضا قبل شهرين استضفنا واحدة المسؤولين في مؤسسة اليمن للسرطان، مؤسسة خيرية يعني تشعل شمعة بالضبط، وتقدم خدمات تقدم يعني إنسانية للوافدين، وبجانب مهم جدا وهو من أهم يعني الفئات المحتاجة للدعم، لأنه تكلفة العلاج في هذا الجانب تكلفة مئوية جدا، وهم فئة أيضا ضعيفة ويعني وأغلبهم غير قادرين، يعني تظل هي محاولات بسيطة جدا يعني، لكن هم يقدمون رغم ذلك يقدمون الشيء الجميل اللي بيخلينا أنه أيضا إعلاميا نسلط الضوء على هذه المحاولات، وإن كانت يعني قليلة لكن ما باليد حيلة، يعني كلنا نتعاون أنه في خدمة المريض اليمني. طيب يا دكتور، المريض اليمني أيضا الذي يأتي إلى القاهرة هو طبعا يعاني الكثير، تكلفة غلاء تذاكر الطيران، التنقل من محافظة إلى محافظة، وتستمر يعني رحلات العذاب من صنعاء بس إلى سيئون،
21 ساعة سفر أو الذهاب إلى عدن 11-12 ساعة سفر، طرق وعرة للأسف الشديد. أيضا المسافر يعاني لا يعرف ما هو القادم له في من وحوشة الطريق، يعني سواء من بعض الميليشيات التي أيضا ترتكب انتهاكات بحق المسافر اليمني، تفتيش غير لائق، وصل إلى الحد أنه أيضا البعض يعني يسرق علاجات المرضى للأسف الشديد، يعني يتم إهانة المريض اليمني، وهذا طبعا بسبب ما نعانيه من حرب. يعني ما الذي يمكن أن نقدمه لهذا المواطن الغلبان؟ طبعا على مستوى الداخل الموضوع مرهون بالوضع الأمني هناك، يعني نحن كأطباء نعمل سواء كنا هنا أو لما كنا في اليمن أو عندما سنعود، كل الدور الذي نستطيع أن نقوم به أن نقدم الخدمة الصحية التي نقدر عليها، وأن نرفع أصواتنا عاليا لتحييد القطاع الصحي والمرضى عن كل صراع أيا كان. هذا أمر، وفي كل دول العالم حتى المفروض القطاع الصحي ليس له أي تدخل عن أي انتماء سياسي للمريض. وما ذكرته أمر مهم، لأنه كثير من صعوبة الوصول للخدمات الصحية يعني الجانب الأمني يؤثر فيه، حتى جانب الطرقات، عدم قدرة المريض على الوصول بطريق آمن للخدمة الصحية يجعله يحجم عن التحرك للمستشفى، للمخاطر اللي هيواجهها أكثر من رحلة علاجه. سمر أيضا بعض المرضى مثلا محتاج إلى طريق صح، يعني احيانا الطريق الوعر المريء بالمطبات، يعني عفوا لو كان في مريض مصاب بالعمود الفقري تعرضوا للخطر يعني اكثر يعني السفر البري هذا ما ذكرنا انه هناك خدمات اخرى تؤثر على القطاع الصحي بشكل، الكهرباء، توفر المياه، نظام الصرف الصحي، الطرقات، الامن، كلها تؤدي إلى عدم وجود تغطية صحية شاملة. وهذا ركزت عليه في الأمم المتحدة في الإعلان عندما أنت أنه ينبغي تسهيل كل السبل، يعني تعزيز الصحة، الوقاية من الأمراض، هذه أحد المشتملات ليوم الصحة، ليوم التغطية الصحية الشاملة، محتاجة أن يكون هناك أمور أخرى غير المستشفيات، يعني وجود غذاء جيد، وجود توعية صحية، وجود بيئة مناسبة للعيش، صرف صحي جيد، مياه نظيفة. طبعا يعني أحد التقارير كنت أقرأها بالأمس قبل الحلقة يتحدث، نحن قلنا أن 50% فقط من المرافق الصحية تعمل، يقول لك 30% أو 40% من هذه المرافق التي تعمل لا يتوفر لها بيئة صحية أو بيئة نظيفة داخل هذه المستشفيات، ولا يتوفر لها الماء النظيف، تساعد على زيادة الأمراض أو انتشار الأمراض، ولا يتوفر لها الماء النظيف، ولا يتوفر لها حتى صرف صحي مناسب أو كهرباء ولا الكهرباء، وبالتالي تفقد كثير من عملها. الحوار ذو شجون، ويعني حاولنا أن نضع بلسم على تلك الجراح من خلال صراحتك. نعجز عن شكرك الدكتور منير الشميري، اختصاصي أمراض القلب والقسطرة القلبية. نشكرك ونشكر جميع الأطباء اليمنيين المقيمين هنا في مصر الذين يقدمون خدمات جليلة، نعجز عن شكركم، ونحن داعمين إعلاميا معكم، واستديوهاتنا مفتوحة لكم دائما. شكرا جزيلا وجودكم شرف لنا التواجد معكم إن شاء الله. شكرا، شكرا لك. أهلا بكم من جديد مشاهدينا، نبدأ أخبارنا الفنية بالعاصمة السعودية الرياض، اللي استضافت الملتقى الثقافي والفني اليمني أسلاف اللي نظمته السفارة اليمنية لدى المملكة العربية السعودية. المعرض الدولي أسلاف سعى لتأصيل الهوية اليمنية وإظهار ما تسخر به من الفنون المتنوعة، تضمن فنون تشكيلية ورسم وخط عربي وعمارة وأزياء شعبية. وأقيم المعرض في قاعة قصر الثقافة بحي السفارات في العاصمة السعودية الرياض، واستمر لمدة 3 أيام، شهد إقبالا كبيرا من جانب سفراء ومسؤولين ورعايا عرب وأجانب، قدموا الاستمتاع بسحر مكنونات جمال التراث اليمني. وصاحبت المعرض عدد من الفعاليات تنوعت بين الفقرات الغنائية ورقصات فلكلور شعبية استعراضية وورش عمل وندوات فنية قدمها عدد من الفنانين اليمنيين لتظهر اليمن للعالم في أبهى حلة رغم الوضع الصعب الذي يعيشه البلد.
أزاح مهرجان الجونة السينمائي الستار عن تفاصيل القسم الخاص نافذة على فلسطين الذي تم تخصيص في مساحة كبيرة عن فعاليات دورة سادسة المنعقدة خلال الفترة من 14 ل 21 ديسمبر الجاري. نافذة على فلسطين بيعرض مجموعة من أهم الأفلام اللي بتتعمق في قلب القصص الفلسطينية اللي تم اختيارها بعناية بهدف تسليط الضوء على التحديات اللي بتواجه الشعب الفلسطيني الصامد منذ عقود، وجرى تنسيق معظمها بالتعاون مع مؤسسة الفيلم الفلسطيني. مهرجان الجونة أوضح أنه يسعى إلى التركيز على القصص التلقائية التي تستحق الاستماع، مؤكدا هذا القسم يبين التزام المهرجان بدعم القضية العادلة للشعب الفلسطيني. واحتوت قائمة الأعمال الفلسطينية التي سيتم عرضها 9 أفلام هي الإسعاف للمخرج محمد الجبالي، ووداعا طبريا للمخرجة لينا سويلم، والواقي الرصاصي للمخرجان عرب وناصر طرزان، الرسم من أجل أحلام أفضل للمخرجة مي عودة، وفيلمي باب الشمس للمخرجة يسرى نصر الله، وبلا سقف للمخرجة سينا سليمي، وثلاثة أفلام أخرى. أعلن المخرج المصري عمرو السلامة انطلاق أعمال تصوير فيلمه السينمائي شمس الزناتي بعد أيام من عرض فيلمه الأخير الشماريخ في مهرجان البحر الأحمر السينمائي. عمرو السلامة أفاد عبر منشور على صفحته الرسمية في فيسبوك بتصوير أول مشهد بالفيلم، ناشرا صورة للكلاكيت الخاص بالتصوير. ويأتي فيلم شمس الزناتي ببطولة عدد كبير من نجوم أبرزهم محمد إمام وأمينة خليل وأحمد داش وغيرهم، وهو من تأليف محمد الدباح. من جانبه أكد محمد إمام الذي يعيد في شمس الزناتي الجزء الثاني تقديم نسخة جديدة ومعاصرة من الفيلم الذي قدمه والده الزعيم عادل إمام عام 91 أن العمل سيكون الأفخم في تاريخ السينما العربية. اختتمت ولاية الشارقة بالإمارات العربية المتحدة الاثنين فعاليات الدورة 7 من مهرجان الشارقة للمسرح الصحراوي اللي تنظم دائرة الثقافة بمنطقة الكهيف. مهرجان الشارقة بدأ عرضه الافتتاحي بمسرحية الناموس من تأليف سلطان النيادي وإخراج محمد العامري، وتقدمها فرقة مسرح الشارقة الوطني. الناموس جسدت البيئة البدوية الإماراتية وأهمية الدفاع عن الأرض والعرض من أجل عيش حياة كريمة وبناء مجتمع شعاره العزة والكرامة والفخر، وتخلى العرض العديد من الفنون منها السرد والشعر والاستعراض ومشاركة الخير والجمال، الأمر الذي وفر فضاء مسرحي مميز أوصل فكرة وأهداف النص للجمهور. يذكر مشاهدينا أن المهرجان شهد مشاركة 5 عروض مسرحية من كل من الإمارات ومصر والأردن وسوريا وموريتانيا، إضافة إلى تواجد العشرات من الفنانين المسرحيين الذين قد قدموا من معظم الدول العربية. الكثير من الأشخاص حول العالم لا سيما المصابون بالسمنة أو القلقون من الإصابة بها يتجهون إلى اتباع حمية غذائية تتمثل في تناول الفواكه فقط، ومما لا شك فيه أن الفواكه غنية بالمواد المغذية الأساسية، غير أن اتباع نظام غذائي متوازن ومتنوع أمر بالغ الأهمية للصحة العامة. ورغم ذلك يتجه الكثير إلى التخلص من السموم في الجسم أو انقاص الوزن من خلال الصيام لمدة 72 ساعة عن طريق تناول الفواكه دون غيرها. دراسة طبية حديثة قالت أن يمكن أن يبدو الشروع في اتباع نظام غذائي يحتوي على الفاكهة لمدة 3 أيام طريقة واعدة لتزويد الجسم بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، لكنها قد تنقلب إلى أثر عكسي. الدراسة التي أعدها أطباء وخبراء أكدت على ضرورة التعامل مع الأمر بحذر، لأن الاعتماد فقط على الفاكهة للحصول على الحصة اليومية أو القوت اليومي يمكن أن يؤدي إلى افتقار في العناصر الغذائية الأساسية للجسم مثل البروتين والدهون. وأوضحت أن مرور فترات طويلة بدون تلك العناصر الغذائية كالبروتين والدهون يمكن أن يؤدي إلى فقدان العضلات والتعب ونقص محتمل في العناصر الغذائية، وتشمل قائمة المخاطر والأثار السلبية أو العكسية التي توصلت إليها الدراسة عند اتباع الشخص نظام غذائي يقتصر على تناول الفواكه.
في بداية تلك الأثار مشاهدينا يأتي زيادة الوزن، ففي حين أن البعض يمكن أن يحقق فقدان الوزن في البداية، إلى أن السكريات الطبيعية الموجودة في الفواكه يمكن أن تساهم في زيادة الوزن. أيضا مخاوف من مرض السكري، لذلك يجب على المصابين بداء السكري أو مقدمات السكري توخي الحذر عند اتباع نظام غذائي يقتصر على الفواكه بسبب محتوى عالي من السكر الطبيعي. ومن ضمن المشاكل الصحية وفقا للدراسة هو تسوس الأسنان، كون ارتفاع نسبة السكر في الفواكه بالإضافة إلى حموضتها يزيد من خطر تسوس الأسنان. بعد ذلك يأتي في قائمة الآثار السلبية لتناول الفواكه فقط النقص الغذائي واحتمالية حدوث ما تسمى بحالة استجابة المجاعة، وأيضا التسبب بمشاكل الانتفاخ. موضوع مهم آخر مشاهدينا عن الشعر، وهل يمكن بمنتجات مواد طبيعية تحويله من شعر مجعد إلى شعر ناعم؟ طبعا حلم كل الفتيات خاصة الصغار، هذا السؤال اللي بيشغل بال الكثيرين وخاصة الأمهات. بدنا نحاول نحن نعرف إجابته من الدكتور من خلال إنه كيف نستخدم المواد المفيدة وغير الضارة للشعر. هيكون معنا عبر الزوم من القاهرة دكتور أحمد نور الدين، أستاذ جراحة التجميل. صباح الخير يا دكتور أحمد. أهلا، صباح الخير وأهلا بالشادة المشاهدين جميعا. طبعا يا دكتور، في البداية أسباب تجعيد الشعر، هل الأمر بيكون وراثي أم أنه ممكن مثلا استخدام يعني كريمات أو شامبوهات للشعر مضرة؟ هو طبعا لازم نكون فاهمين أن الصفات الطبيعية اللي بتتخلق بيها الشعرة بتبقى موجودة بصفة وراثية في البصيلة اللي داخل الجلد. اللي بيظهر لينا خارج الجلد الشعره هو نتاج عوامل احنا مالناش يد فيها. ممكن بتاع رفيع وناعم، كان واحد شعر تخين ومجعد. اللي بيتحكم في كده هو البصيل، المصنع اللي بيطلع الشعره نفسها. احنا لازم نبص للشعره دي على انها كائن متكون من جزيئات بروتينيه متركبه مع بعضها بطريقه معقده جدا عشان تدي الشكل الخارجي بتاع الشعر، سواء كان الشعرة دي مستطيلة، مستديرة، تخينة، رفيعة، ناعمة، خشنة، مجعدة. تركيب وترتيب وتفاعل هذه الجزيئات مع بعض هو اللي بيحدد هذه الصفات، وده بيتم زي ما اتفقنا داخل البصيلة. يبقى احنا لما بيجي نعالج بنعالج النتيجة ولا نعالج السبب. يبقى نتوقع دايما ان احنا لو عايزين نفرد شعر متجعد مثلا، اذا كانت دي المشكلة، يبقى احنا بنتعامل مع الشعرة اللي طلعها المصنع بالشكل ده، ونتعامل معاها في الفترة اللي هي بتنمو فيها. يعني انا لما اعمل حاجة تفرد الشعرة دي، الحاجة دي بتكون سواء كانت حاجة حرارية او حاجة كيميائية بتتحط على الشعرة عشان تفك الترابط الوثيق، حاجة بيسموها تفاعلات كبريتية، سلفر جوينتس، ما بين جزيئات البروتين دي تفكها، والشعرة تبقى طرية، سهلة التسريح، ناعمة، حلوة، كويسة أوي. طيب الحاجات دي هتدوم طول ما الشعرة موجودة فوق فروة الراس. طيب لكن الشعر بينمو، يبقى الجزء الجديد اللي هيطلع برضه مكعد. طيب يبقى النتيجة تدوم فقط في خلال الفترة. طيب يا دكتور أحمد، يعني هل ينصح بحلاقة شعر المولود مثلا بعد الولادة بأيام، يستحب ذلك؟ لأنه البعض مثلا لا يحلق شعر ابن الله بعد سنة أو سنتين من الولادة. أنتم كمتخصصين في مجال التجميل، يعني ما هو الـ الأنسب لحلاقة شعر المولود؟ هو الحقيقة هو الفكر السائد إن إحنا لما نحلق الشعر يطلع طريقة مختلفة شوية، وده مش صح، لأن هو العيب أو إذا كان في مشكلة هتكون في البصيلة اللي داخل الجلد مش في الشعر اللي اتحلق. احنا يعني اذا كان في توصيه معينه ما حدش يقدر يقول في حاجه دراسه طبيه تقول ان نحلق الشعر امتى، ما فيش علاقه بكده وان الشعر يطلع كويس او يطلع وحش، هي كلها مفاهيم غير مثبته علميا، ما عندناش دليل لحاجه هتقول ان احنا لو حلقنا بدري يبقى احسن او لو استنينا يمكن يتحسن شويه. الصفه الوراثيه اللي بتيجي من الاب والام هي اللي بتحدد شكل ومواصفات الشعر بتاع المولود.
طيب يا دكتور أحمد، استخدام الزيوت يعني دائما نسمع، خاصة يعني وإحنا صغار كان دائما الأمهات تستخدم زيت الزيتون وزيت جوز الهند، كل استخدامات هذه الزيوت مفيدة للشعر، ممكن تساعد أنه يعني تخلي الشعر ناعم؟ الحقيقه الزيوت ما فيش خطر منها، الزيوت هي الاقل خطرا. اه بالظبط كده، الزيوت بتعمل اقل تدخل ممكن يعيد ترتيب جزيئات البروتينات اللي موجوده بطريقه غير ضاره. انت عارفه الضرر بيجي منين؟ من الحاجه اللي هي بتفك الجزيئات دي بطريقه عنيفه، فبتوصل التاثير بتاعها لداخل الشعره، وقد يصل كمان الى فروه الراس، وبالتالي يضر الشعر الجديد اللي ما طلعش ويضر فروه الراس ويعمل التهابات. حاجات كتير قوي، المواد الكيميائيه اللي بتستعمل للفرد او الحراريه بننصح ما تتعملش كتير، يعني حاجات زي الحاجات الكيميائيه دي مره في السنه او مرتين في السنه بالكتير. لما بتوصل لفروه الراس بتعمل التهابات جامده، ولما توصل لداخل الشعره نفسها بعد ما بتعدي الجزيئات الخارجيه بتضر جدا، وبتطلع توصل لها تقول شعري متقصف وشعري بيتكسر، شكرا يبقى نتيجه الحاجات دي. شكرا. ما ننساش ان الشعر المجعد كمان ده ميزة بره في أوروبا بيحبوه جدا. شكرا للدكتور أحمد نور الدين أستاذ جراحة التجميل من القاهرة، شكرا جزيلا لك يا دكتور. لم يترك العدوان الهمجي لكيان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة في فلسطين المحتلة شيئا إلا وقصفه، حيث جاوز قتل البشر بالآلاف وتدمير منازلهم إلى استهداف الأماكن الأثرية والثقافية، ليأخذ الحقد الصهيوني منحى آخر تجاه الموروث التاريخي والحضاري للهوية الفلسطينية. وزارة الثقافة الفلسطينية أفادت في بيان لها على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بتحول مسجد عثمان بن قشقار في غزة إلى كومة من الأنقاض نتيجة العدوان الإسرائيلي، واللي كان يقع في البلدة القديمة في حي الزيتون شرق مدينة غزة، وجرى تأسيسه قبل أكثر من 800 عام. إلى جانب ذلك، استهدف الاحتلال الإسرائيلي متحف رفح بعد غارات أدت إلى تدميره، ويحتوي على مئات من الأدوات المتعلقة بالتراث الفلسطيني القديم من أزياء وأدوات قديمة تعكس فلاحين وسكان المدينة وأهم الأزياء التراثية الفلسطينية، بالإضافة إلى استهداف مسجد العمري الكبير وتدمير مئذنته. ويعد المسجد الذي تأسس منذ أكثر من 1400 عام يعتبر من أكبر وأعرق مساجد غزة وثالث أكبر مسجد في فلسطين بعد المسجد الأقصى في القدس ومسجد أحمد باشا الجزار في عكا. من بين الخسائر الأثرية للعدوان الإسرائيلي على غزة تدمير معهد كنعان التربوي النمائي وكل ما فيه من كتب ومؤلفات، واستهداف مبنى الأرشيف المركزي في القطاع والذي بيحتوي على وثائق عمرها أكثر من 100 عام. الثقافة الفلسطينية أوضحت أن ما تم تدميره خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة تمثل في 9 من دور النشر وحوالي 21 مركز ثقافي، بالإضافة لتدمير 20 مبنى أثري توزعت على المساجد والكنائس والمتاحف وثلاثة استديوهات وشركات إنتاج إعلامي وفني. لا تقتصر جرائم الحرب على ما ترتكبه الآلة العسكرية من قتل الأنفس، فقد تشهد جرائم أخلاقية لا يرتكبها إلا الطرف المفلس الذي لا يجد ما يشفى في حقده وبشاعته فيلجأ إلى ارتكابه. هذا ما يفعله جنود كيان الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة كما تشاهدون معي الآن في الشاشة. فيديو جديد يظهر في جنود العدو الإسرائيلي مرة أخرى بعد فيديوهات الدراجات الهوائية ولعب الأطفال، ليثيروا غضب وسخرية وشفقة العالم تجاه مشاعرهم الفجة المنسلخة من الإنسانية التي يمارسون على الفلسطينيين في قطاع غزة. جنود كيان الاحتلال ظهروا كما تشاهدونهم يدمرون محتويات محل القرطاسية الخاصة بمراحل الدراسة الابتدائية، وهم يضحكون ويهزؤون من أطفال غزة الذين قتلتهم آلة الحرب الصهيونية أو غادروا منها بعد أن دمرت منازلهم. في المقطع المصور مشاهدين بيظهر الجنود وهم يضحكون ويسخرون وهم يرمون كراسات الرسم لواصق الشخصيات الكرتونية التي كان الأطفال الفلسطينيين يزينون بها دفاترهم الدراسية من على أدراجها في المحل. الفيديو أشعل مرة أخرى غضبا عارما في أوساط الناشطين على مواقع التواصل من مختلف أنحاء العالم، مصحوبا بالشفقة والسخرية من الحال التي
وصل إليها كيان الاحتلال وجنوده، وتكشف بشاعة حقده وانحلاله من الإنسانية وأخلاقية الحرب، خصوصا وأنه أتى بعد أيام من فيديو الدراجات الهوائية ولعب الأطفال في غزة. ظواهر الطقس أو الظواهر المناخية الطبيعية لها أشكال عديدة بنعرفها معظمنا، غير أن في المغرب حدث أمر غريب ومثير للدهشة لكنه غاية في الجمال. سماء أوطاط الحاج في إقليم بولمان بالمغرب شهدت ظاهرة خطفت الأنظار، تزينت سحابة عدسية ضخمة تشبه جسما غامضا فاجأت المواطنين الذين سارعوا إلى توثيق بكاميرات هواتفهم. السحابة ظهرت في شكل شبه دائري أقرب إلى شكل الدوامة، وزاد من جمالها اللون الذي منحته إياه أشعة الشمس. المواطنون في المنطقة سارعوا إلى توثيق هذه الظاهرة التي شاهدوها الأول مرة، وعلى الرغم من كونها سحرت ألبابهم، غير أنها في الوقت نفسه أثارت القلق لديهم بسبب غرابة شكلها، حيث ظن البعض أنه جسم غريب أو صحن طائر جاء من الفضاء. تشتهر هذه الغيوم بمظهرها المنحني الذي يشبه الصحن الطائر، وعادة ما تتواجد على ارتفاعات بتتراوح بين 2000 و5000 متر. في إطار المنافسة الشرسة التي تشهدها منصات تطبيقات التواصل الاجتماعي والمراسلة الفورية، أطلق منصة واتساب ميزة جديدة على علاقة برفع مستوى الخصوصية. منصة المراسلة الفورية الشهيرة دشنت ميزة جديدة تتيح إمكانية إرسال رسائل صوتية تسمع لمرة واحدة وتختفي بمجرد سماعها. وقالت واتساب في بيان لها أنها طورت تلك الميزة من أجل إضافة طبقة أخرى من الخصوصية إلى الرسائل، لأنها بتسمح بمشاركة المعلومات الحساسة عبر الرسائل الصوتية بشكل آمن دون الخوف من تسريبها. وتتمثل آلية عمل الميزة الجديدة التي ستكون متاحة عالميا خلال الأيام القليلة القادمة في عدم حفظ الرسائل الصوتية المرسلة في جهاز المستلم عند تفعيل ميزة العرض لمرة واحدة. وإلى جانب ذلك لا يمكن مشاهدتها مرة أخرى أو إعادة توجيهها أو تمييزها بنجمة أو مشاركتها بأي طريقة، وبتنتهي صلاحيتها إن لم يتم فتحها خلال 14 يوم من إرسالها. واتساب كشفت أنها تعمل أيضا على تطوير ميزة أخرى تتيح تحويل الرسائل الصوتية إلى نصوص مكتوبة تظهر على الشاشة إن لم يكن بالإمكان الاستماع إليها. أهلا بكم مشاهدين، وصلنا لحكاية الصباح. قد يخلط البعض بين ضربات القلب السريعة الاعتيادية واضطراب كهرباء القلب، والفصل في هذا الأمر يكون بالمتابعة والملاحظة، لأن ضربات القلب السريعة التي تنتج عن أحداث حياتية عابرة مثل ممارسة الرياضة أو الإصابة بالتوتر والقلق لا خوف منها، لكن ضربات القلب السريعة التي يمكننا ملاحظتها في أكثر أوقاتنا هدوءا أو بمجرد قيامنا بنشاط يومي بسيط قد تكون إنذار بوجود خطر ما. لأسباب متعددة انتشرت مؤخرا مشكلة اضطراب كهرباء القلب، وكونه ليس من أنواع الاضطرابات الشائعة فقد يفزع البعض من أعراضه ومن علاجه، وما سوف نناقشه مع ضيفتنا دكتورة غالية أحمد المحني استشاري أمراض القلب من سلطنة عمان من مقر إقامتها في مسقط. دكتورة غالية صباح الخير، أتمنى أن يكون يومك جميلا كجمال سلطنة عمان. أهلا وسهلا، كيف حالكم؟ صباح الخير. شكرا يا دكتورة، كنا نتمنى وجودك معنا لكن لظروف سفرك والتزاماتك الطبية هناك في السلطنة تنضمي معنا الآن، ونحن مسرور جدا برؤيتك خلال هذا الصباح. نسمع دائما يا دكتورة غالية عن كهرباء القلب، يعني يا ريت توضح لنا هذه النقطة. هو الآن صار مقر إقامتي في القاهرة وزائر في عمان عشان بس بالتوضيح. طيب طبعا هو تخصصي تخصص قلب وتخصص دقيق كهرباء القلب وقصور عضلة القلب، واحنا بنتكلم عن اضطراب نبضات القلب، فهو من التوصيف اي اضطراب في نبض القلب يعتبر اعتلال
يحتاج إلى استشارة طبية خاصة باضطراب النبضات، وهو مجال واسع يعني يتدرج ما بين النبضات الحميدة، النبضات الساقطة، الرفرفة الأنينية، أو النبضات البطينية التي قد توقف القلب وقد تسبب موت الفجأة. فهو مجال واسع كبير ومتخصص، وللأسف مرضى اضطراب نبضات القلب يلجؤون إلى كثير من الأطباء الذين يعني يرون كل الفحوصات، أو في أوقات كثيرة تكون ظاهرة طبيعي. فهو من الصعب أحيانا الوصول إلى تشخيص اختلال في كهرباء القلب إلا عندما يصل إلى طبيب متخصص يعرف التشخيص، أو يتم توثيق لحظي لاضطراب نبضات القلب الذي يسبب مشاكل على مدى متكرر لبعض المرضى. طيب يا دكتورة غالية، إيش الفرق بين كهرباء القلب وبين نبضات القلب العادية؟ كهرباء القلب شبكة كهربائية من الخلايا المتخصصة اللي تولد النبضة، ولها مسارات كهربائية عبر عضلة القلب، وهي اللي تعطي الإشارات الكهربائية للقلب لتوليد النبضة، ومن ثم الانقباض الأذيني ثم الانقباض البطيني، وكل هذا يتم عبر مسارات متخصصة. النبضات القلب هو النبضة الذي تولد بسبب أوامر كهرباء القلب، فهي تبدأ من النبضة الأذينية إلى النبضة البطينية، والاضطرابات والاختلالات التي قد تحصل فيها. طيب الدكتورة غالية، نسمع عن اضطراب كهرباء القلب، يعني متى تحدث هذه الاضطرابات وما أسبابها؟ أسبابها يا إما تكون خلقية أو وراثية في اضطراب في بعض الناقلات الكهربائية في القلب، أو تكون مكتسبة نتيجة العمر، نتيجة مثلا التهاب عضلة القلب، أو نتيجة عدة أمراض مزمنة مثل الضغط، السكر، كلها عبارة عن أمراض مزمنة قد تؤدي إلى اضطراب كهرباء القلب. طيب يا دكتورة، مثلا الضغط النفسي الآن، أو يعني الاسترس والضغوطات اللي بنعاني منها الآن، ممكن تساعد على ظهور أو تؤدي لاضطراب كهرباء القلب؟ أيوة طبعا، الاسترس يسبب يعني تسريع في بعض الأمراض المزمنة. الاسترس قد يسبب في تسارع نبضات القلب والانفعال الشديد للقلب، ويولد تسارع في النبضات وهبوط في الضغط. أحيانا بعض الإغماءات، وهذا يحصل عند النساء، الاسترس قد يؤدي إلى أمراض مزمنة مثل السكر والضغط و نقص تروية شرايين، الذي بحد ذاته قد يؤدي إلى اضطراب في كهرباء القلب. الاسترس قد يؤدي كمان شيء ما يسمى انكسار القلب. فالاسترس بحد ذاته يؤثر على القلب عموما، ويؤثر أيضا على كهرباءه. طيب دكتورة غالية، هل ممكن أن يصاب الأطفال ب اضطراب كهرباء القلب، أم أن هناك فئة عمرية محددة يعني لا، يمكن في هذه هو الفئة أنه اضطراب يبدأ من ال لا يعني يبدأ ممكن يبدأ مع من الولادة باضطرابات كهربائية مهمة وراثية، أو خلقية قد تسبب اضطرابات كهربائية، أو يكون أيضا في وسط العمر ما زالت بعض الأمراض أو الاضطرابات الكهربائية الموروثة تظهر في أعمار متقدمة، ممكن في الثلاثينات، في العشرينات، في الأربعينات. فالاضطرابات الكهربائية واسعة جدا، تتدرج منذ الولادة إلى الطفولة، إلى الشباب وما بعد ذلك، فليس لها عمر، طب في وكل عمر له مظاهر في اضطراب الكهرباء أكيد مختلف عن صحيح. الآخر. طيب يا دكتورة غالية، في حالة لو تم اكتشافها وهو طفل صغير مثلا، ممكن علاجها فيتخلص منها، أو هو مرض مزمن بيستمر مع أيوة، مدى الحياة؟ لا لا لا، هي تخصص كهرباء القلب من التخصصات الوحيدة في علوم القلب التي قد يتشافى المريض تماما في
بعض منها، يعني في مثلا اضطرابات كهربائية خلقية إن تم عمل قسطرة والكي يتشافى المريض من الاضطراب الكهربائي تماما ويحتاج المتابعة يمكن مرة واحدة واكتمل العلاج. في اضطرابات مزمنة قد تتكرر بنسبة معينة حتى وإن تم التدخل مثلا بالقسطرة والكي. دكتورة غالية، لا شك أنه معالجة كهرباء القلب أو اضطرابات القلب يعني تحتاج إلى أجهزة تقريبا يعني غالية أو مكلفة، وكنا قد تحدثنا في الفقرة الرئيسية مع الدكتور منير عن يعني تدني مستوى الخدمات الطبية أو انهيار الخدمات الطبية في اليمن. هل يعني أنت من خلال زيارتك لليمن في فترة سابقة هل تتوفر هذه الأجهزة أم أنها كانت موجودة والحرب أثرت على تشغيل، أنه تحتاج إلى ربما قطع غيار، إلى صيانة مستمرة، وجود يعني محاليل معينة في هذه الأجهزة؟ لا، وللأسف كنا في طور تطوير مركز القلب وإضافة هذه الخدمة في قبل صنعاء، الحرب، ولكن الحرب أعاقت كل ذلك. نعم، مركز القلب في وإحنا ما صنعاء زلنا بنحاول. أيوة، مركز القلب في صنعاء في مستشفى الثورة ما يا زلنا دكتورة، بنحاول تقريبا نحن. في مستشفى الثورة. كان العسكري مبدئيا والثورة هو الأصل. نعم، لكن طبعا الحرب أعاقت كل شيء، لأن حتى توصيل الأجهزة الآن إلى أماكن معينة في اليمن صار صعب، بتحتاج فرق صيانة، فريق كبير متكامل عشان نجري هذه العمليات. لكن بإذن الله أكيد سيأتي الوقت المناسب إن شاء الله لتجهيز أماكن معينة في اليمن لهذا، لأنه المرضى بيضطروا يسافروا إلى الخارج وتكلفة السفر كبيرة، وهي مكلفة العمليات صحيح. أصلا مكلفة كمان كعمليات طيب يا دكتور، كهربائية. لكن طيب يا دكتورة، في اليمن هل نسبة كبيرة المصابين بأمراض القلب أو اضطراب كهرباء القلب؟ جدا طبعا هذه نسبة عالية. المؤسف أن المريض بيضطر، يعني الخدمة للأسف غير موجودة إلى الآن، لكن يعني هذا واجب علينا كلنا ان احنا نلاقي اللحظة المناسبة ان احنا نبدأ بهذا المجال في اليمن. طبعا هي نسبة غير قليلة، يعني في امراض القلب عموما نسبة 20 الى 30% مصاحبة باضطراب النبض، وحتى الأدوية المتاحة لعلاج اضطراب النبض أدوية محدودة، وبعضها لها سمية عالية تحدث اضطرابات أخرى في الغدة وفي الرئتين وفي العينين وفي فحتى إن أردنا إن احنا نساعد المريض ببعض الأدوية نحن محدودين في هذه الخيارات في بعض الأحيان. طيب دكتورة، هل هناك علاجات جذرية لهذا النوع من الاضطرابات الذي يصاب به البعض؟ أيوة أيوة، أغلبها بيكون إما بزراعة بعمليات القسطرة الكهربائية باستخدام الخرائط الكهربائية أو بدون، والتدخل بالقسطرة والكي، أو زراعة الأجهزة المنظمة، الأجهزة الصادمة للرجفان البطيني، الأجهزة المنقذة للحياة. طيب يا دكتورة غالية، سؤال يعني بعيد عن موضوع الحلقة. دائما بنسمع أن الحزن أو الزعل يعني بتؤثر على القلب، صح الكلام؟ دكتورة غالية معانا، سامعاني؟ دكتورة غالية، دكتورة هل ما غالية، زلتي معنا؟ زعلتيني يا دكتورة غالية. دكتورة غالية هل تسمعينا؟ إذا ربما فقدنا الاتصال معها. كانت معنا الدكتورة غالية المحني من مسقط، ونتمنى لها طبعا طيب الإقامة هناك وعودة سالمة إلى القاهرة. أعزائي المشاهدين، طبعا وصلت أنا وزميلتي سمر معكم إلى ختام هذا البرنامج الذي أتمنى أن نكون قد وفقنا اليوم في اختيار مواضيع وفقرات تنال إرضاكم وإعجابكم. استمتعوا دائما بجمالية الحياة. شكرا لكم مشاهدينا، كل السلام والحب لقلوبكم. أشوفكم أنا وصبري بإذن الله يوم الخميس، دمتم في رعاية الله.